اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة جمر زريعة. في الحلقة ديت هنبدأ الجزء 23 او الحلقة اللي قبل الاخيرة او تقريبا اللي قبل الاخيرة من سلسلة تختيم سبايدر مان. ورا طبعا قبل ما نبدأ في الفيديو، لو مش عامل اشتراك انزل اعمل اشتراك، ولو مش عامل لايك انزل دعم الفيديو حط لايك. وده الستور بتاعنا لحد حابب يشحن جي تي اونلاين او ريدد او يشتري اي لعبه يعني اونلاين عموما. ودي الصفحه بتاعت الافلام والمسلسلات، وده الجروب بتاعنا، كل اللينكات في الديسكربشن او كومنت. ويلا بينا نبدا في الفيديو. مش عارف يعني ايه المهمات خطر او اللي انا بطيء، مش عارف. اخيرا لي افتحوا. ايه ده؟ اوه خد العمدة. لازم اتصرف مع الشياطين قبل ما احصل ليه على المعمل. وقت التخلص من القناصين. التخلص من القناصين. عندي. بصوا احنا ايه؟ احنا نيجي كده. هل؟ استنى. عايزين ايه؟ نزول. المفروض ايه؟ كنت اعملها ستيلز بس ايه؟ بس يلا يعني هي جت كده بقى. محتاج اعدي الشياطين دول بسرعه قبل ما ليه يلاقي المصل المضاد. ايه ده؟ ليه؟ ممكن تعملها سيلف بس ايه، مش بحب انا كل حاجة. طب تعالوا بقى. طب تعال اقعد. يلا اقعد. بازوكا بازوكا يا ملحد، بازوكا اضربني بازوكا. لا احكي ده اهو، هما بيفكروا ولا ايه؟ ما تموتش ليه يا كابتن؟ سبايدر مان امشي دلوقتي، رجالتي هيحلوا الموضوع. بس يا مرة ليه قضى على العملاء الموجودين هنا؟ مش بيعملوا اي حاجة. احنا حذرناك يا بطل. انا لو شفتك يا مرة انتي الرجال تتعامل بقى. الله يا ولية يا عبيط. انزل يا ابو سيد عبد السلام. برج انت؟ انا قلت برج ولا برج؟ نوم تاني. خد يا حبيب ماما. عبيط القعدة نشن عليا من الصبح ده. انت عايز ايه يعني؟ ها؟ عايز ايه؟ السمور نجحت في تهديدها، بس اكيد الناس دول مش هيشتغلوا سوا. زهقت من افعالك يا سبايدر مان، كله هيخلص الليله. فاكرين ان ولا 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 اقعد يلا. اكيد بتهزروا. ايه ده عليه؟ خد يلا انزل يلا. جامعه السمور الدوليه المستقله. ولا 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 ايه كل ده؟ استغربني القابلت تحت. خد ده، انا هحتاج من كل حاجة عليك. خد
يا ريت. انا بتطلع ولا انا فين؟ لازم نكون في فريق واحد. فريق واحد مين يا عم؟ حد يتحد مع الهبل دول. اقعد يلا. ايه كل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احول فاح. مضرب على ايه؟ باب ام البرشوت اللي انت لابسه ده، الجيت باك العيان ده. تعال ادي في الارض. طبعا بعد ايه معاناة مع الجماعة المضحكين دول، كل واحد راكب لي جيت باك فرحان. اقعد بقى يا عم، اقعد بقى، اقعد بقى. لا احشي في الارض. هلا انا موت في الاخر ولا؟ طب خد جيت باك كده على الارض، اعمل نفسك ذكر شوية. طب خد. امال هرمي ايه؟ هرمي تورته. الشياطين والسمور وقعوا خلاص، ودلوقتي هدخل ورا دي. يا عم انزل، انت هتدوخني ليه انت كمان؟ انتوا تقال كده ليه؟ الله، انت هاجمت رجالتي ودمرت معداتي وخسرت عميلي ملايين، اديني سبب مقنع يخليني ما اقتلكش حالا. بصي انا مش بحبك وانت مش بتحبيني، بس ليه واخد عميلك رهينه جوه المبنى ده وهيقتله لو ما عملناش حاجه؟ احنا ممكن نتخانق مع بعض او نتخانق مع ليه، بس مش هنقدر على الاثنين. ايوه كده، تعدلي يا مره. لا ما تتشنجيش قوي كده. متفقين ولا لا؟ هتساعدني في تأمين نورمان وبعد كده ما وعدكش. ده عدل جدا. ليه خرج عن السيطرة؟ انت أمن أوزبورن، هتكلم معاك. يكون عندك أصحاب. تكميلة. ماشي يا لي، كفاية هروب. يلا. ده هيخلص الليلة. يا عم طب انا اعدي ازاي؟ ده منتهى الجنون، لازم الاقي طريقه عشان اوصل لمارتن ليه اللي انا اعرفه، الشخص اللي بنى فيست. لا اطلع ولا انزل؟ انزل؟ خلاص اطلع. مفيش طريق غير للقاع. لا 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 لا. خليك انت بعيد يا سبايدر مان، الموضوع ده بيني انا واوزبورن. لا وهتدخلني في الدوامة. يا لهوي يا اما، وعارف اللي حصل لاهلك. هتدخلني في الدوامة العيانة دي. ما تفرقش كتير عن اوزبورن. ابويا وامي ماتوا بسببي، بسبب اللي عمل اوزبورن فيا. فين؟ انت اكبر من ماضيك، ما تخليهوش يسيطر عليك. انا حاولت اخلي ابويا وامي فخورين بيا، حاولت اشرف ذكراهم. بس عشان اشرف ذكراهم لازم انتقم من اوزبورن. مش هسيبك تعمل ده يا مارتن.
ألم لي وغضب هو ده وقود قوته. تمسك يا مومن. دي العينة الوحيدة. لا لا مارت، بص قلت لك انا اسف، دي كانت حادثه، انا كنت بحاول اساعدك. انت مش بتساعد الناس، انت بتستغلهم. يا نهار ازرق، ده مش هيرجع لك اهلك تاني. ليه انت مصر انك تحاول تنقذ الشخص القذر ده؟ انا بحاول انقذك يا مارتن، ما تخليش الانتقام يعميك، حاربه. يا ابن الكلب يا خاين. عامل منك بطاطس يلا. بقى فترة طويلة. أوسبورن محتاج للعدالة بجد، وده مش هيحصل إلا لما يوقف اللي هو بيعمله. أنا مش هقف أبدا. خلاص كده، دي حاجة بتأثر فيك. أنا مش فاكر بعمل حركة إزاي. طب إيه، أنا هضرب أهلك إزاي أنا؟ ها؟ إيه اللي أنا عملته؟ اقعد يا مرت، خد بالظبط. تعال يا مرت، تعال يا مرت، تعال يا مرت. شفت انا كنت موت ظابط، خليت الواد يتيم يا ابن الكلاب. اقعد يلا، اقعد يلا. ده انا العب. الله، ولا مرتن بالراحة، قصدي يا مستر السجان انت. خد بقى يا عم على الارض. ما تستسلمش يا مارتن، ممكن تهرب. لا اصبرني، لازم يعاني. الله، ده انا هحارب مين بقى؟ لا احنا اصلا الهطل ده. اهزم الشيطان يا مارتن، اهزم الشيطان. لا انا الشيطان. تعال كده، الابيلتي لسه ما جاتش، حملت. طب انا مش هحاربك انت والناس العيانه دي. اقعد يا مرتب،
شيطان لا. كبير شيطان كبير لا يا لهوي الكلام ده صلى على ذبك اي خد والنبي والنبي عمر خلاص على الناس دي ليه كتير كده اخيرا جلست في القوة لكن الطريقة دي غلط يا مارتن ايه تاني بقى كان يتهدى على الكل يخرب بيت امك مالوش لك هلا ده اتقلب عليه ولا المصد تفلت يا كلب ايه بس ازعلك يا تفلت حبيبي انا همرمل بكرامة اهلك بقى كل الخناقة دي عشان دي؟ والله كبرت الموضوع يا شباب البصة اللي على وشك انت مش متخيل هي مرضية قد ايه جاهز للمشهد الأخير؟ هاي هاي فين أوتو؟ اختفى أنا مش هقلق عليه دلوقتي محتاج مستشفى لا مستشفى لا فيست
عايز اتكلم مع رئيسك. مفيش دكاترة هنا؟ مين المدير هنا؟ انا غالبا. تمام، عدى وقت طويل بس هعمل اللي اقدر عليه. محتاج الاقنعة والجوانتيات اللي عندك. شكرا ليك. اشكرني اني ما موتكش. عود هواتك يا بنت. مش ممكن. يا عمر، هيعيش بس يرتاح. هاي على مهلك. ماي فين؟ بيقولوا ممكن تمشي في أي لحظة. أنت رايح فين؟ أنا لازم ألاقي أوتو، هو اللي معاه المصل. مش عارف لو هقدر أوقفه. مش هتقدر. ممكن سبايدر مان يحتاج مساعدة من بيتر. إيه؟ بيتر ساعد في بناء الدراعات، لو حد هيلاقي نقط ضعف يبقى هو. بالظبط، عشرة جرل. اغلبهم يا نمر. ايوه يا بيبي. ماشي. لا لا، مش هي دي. ممكن تبقى دي. لا هو صدق. نعم أم لا؟ ام جاي عندها حق. انا بنيت التفاعل العصبي وده معناه اني ممكن ادمره. هنقف لغايه هنا ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك والاكونت امر تشوفنا وتتابع فيديوهات جديده. كان معاكم ايمن من جيمرز اريا. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.